ولاية مستغانة بدورها كانت مع الحدث، يقول طه شعبان. الالتفاف حول ضرورة أداء واجب الاقتراع هو ما تحلى به المواطنون بولاية مستغانم، حيث جرت العملية وسط أجواء تنظيمية محكمة وبكل شفافية ونزاهة. العملية الانتخابية ما نقولوا ناجحة، بس راك تشوف كاع الشباب تبعنا كنظن حضر اليوم بقوة ومتحمسين إن شاء الله باش رئيس بلدية إن شاء الله يكون في المستوى إن شاء الله. أول مرة راني فوتي فات كل شيء مليح، فات كل شيء لاباس. إن شاء الله هذو اللي درناهم إن شاء الله يكونوا قدوة لنا ويسقمونا البلاد إن شاء الله. التعبير عن الرأي من خلال تأدية الواجب الانتخابي همزة وصل لا يستغني عنها سكان ولاية مستغانم استجابة لنداء الوطن.